بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة فيديو جديد على قناتي تغطيات قناة الهنا. الفيديو جولة في الهرم، هنشوف موديلات جلابيات فسكوز وقطن وفساتين وعبايات بيتي. هنشوف كمان مع بعض في الفيديو موديلات لانجري، قمصان نوم طويلة وبيجامات. الأسعار حبايبي في الفيديو بتبتدي من 5 ريال. هنشوف برضو ملابس خروج، بلايز حريمي صيفي وبيجامات حرير. بس ياريت كده قبل ما نتفرج على الفيديو سوا مع بعض، إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش حبايبي تعملوا لنا اشتراك، الاشتراك اللي هو تحت الفيديو مباشرة او الجرس اشعارات الكل، عشان ان شاء الله يوصل لكم كل فيديو جديد. وما تنسوش اللايك. زي ما قلت لكم الاسعار بتبتدي من 5 ريال. دي مجموعة من البلايز الحريمي صيفي. دي بناطيل للبيت، في هتلاقوا ب15 وفي ب5 وب10، ده ب20، هنا ب15. دي بناطيل على 21. نشوف بقى الملابس النسائي البيتي. ده قميص نوم قطن، مدي شكل الاوفرول، ب25. في الوان منه بقى ايه مختلفة اهي. على فكرة الخامة بتاعته حلوة قوي، واليكرا كمان، يعني قطن في اليكرا. ده قميص نوم قطن على 25. دي الموديلات. منزلين تشكيلة حلوة قوي على فكرة. في برضو اللي هي ده طقم روب بالقميص بتاعه. نشوف سعره كده، ده ب42. القماشة بتاعته والخامة بتاعته برضو قطن. في بقى الجلابيات القصيرة دي، في ب25. نشوف كده الموديل ده، دي ب30. دي طويلة، القصيرة منها ب25 والجلابية الطويلة ب30. هنا برضو الأسعار دي ب25. دي جلابية قصيرة قطن على 25. الخامة بتاعتها برضو ممتازة. نشوف كده بعض الموديلات منها، ادي الأشكال اهي. اي قطعة من دول على 25. في بقى بلايز حريمي صيفي، في على 15 وب20 وب30. ادي اشكالهم. دي بلوزة حريمي حرير، في تشكيلة منها اهي. نشوف بقى بعض الجلابيات البيتي برضو. دي جلابية بيتي قطن في منها على فكرة كذا لون حلو، او الرز ده دي على 32.
هنا بقى الجلابيات اللي هي الفسكوز الصيفي دي على 30، في منها على فكرة كذا لون. دي تشكيلة تانية برضو من الجلابيات الفسكوز، العبايات البيتي، عبايات استقبال على 25، 30، 35. دي على 35 تنفع عباية استقبال للبيت. الخامة بتاعتها برضو فسكوز في قطن. نشوف بقى اللانجري. ده قميص نوم. نشوف كده شكله وسعره. اهو لونه اللي هو اللون البينك الغامق ده، مدي على بنفس موف. ادي شكله، هو طويل، ده قميص نوم طويل على فكرة، في منه كذا لون برضو. شوف سعره كده، ده بكام؟ ده ب60. ده لون تاني منه، يبقى كذا لون كحلي واسود نشوف برضو. ده قميص نوم طويل لونه ابيض حرير على فكرة. ده شوف سعره كده، ده ب54، في منه كذا لون بقى. ده شكل تاني من قمصان النوم الطويلة. ده على شكل، بص هو مفتوح كده من على الجنب، والقماشة بتاعته ستان، ستان على حرير كده ناعم قوي. ده بكام؟ ده ب56، في منه برضو ألوان متوفرة كتير. ده بقى قميص نوم طويل دانتيل أصفر، ده بكام؟ ده ب54. ده موديل تاني من قمصان النوم الطويلة، ده على كام؟ ده على 58. في بقى البيجامات الحرير دي، الخامة حلوة برضو، انا شفت الخامة جميلة. في منها على فكرة السادة الابيض ده حلو قوي، وفي منها اللي هو المشجر، دي على 60، متوفر منها مقاسات برضو. ده الالوان المشجرة بتاعته اهي، بتاعت البيجامات. هنا بقى الفساتين، ده فستان حرير سواري ده الظهر بتاعه، ده ب128، هي القماشة بتاعته حرير يعني. ده فستان قطن، في منه على فكرة متوفر كذا لون، ده على 154، في منه اللون العنابي اهو شكله حلو قوي. ده فستان خروج حريمي، في كده ورد بالتطريز، ده على 147، 147 ريال. بكده خلصت جولتنا النهاردة، كانت جولة في الهرم على الملابس النسائي. شفنا موديلات فساتين وملابس خروج حريمي وعبايات بيتي، جلابيات قطن، لانجري. إذا عجبكم بقى الفيديو حبايبي، ما تنسوش تعملوا لنا اشتراك ولايك، وإن شاء الله أشوفكم في فيديوهات جديدة. مع السلامة.